اخوتي المغاربة، لاباس عليكم؟ اموركم بخير، مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله فيديو جديد، فلوق جديد الخوت. كيف كتشوفوا معايا اليوم الدخله ديال الرباط من تمارة عاودوا لها الزفت، يعني راه الدنيا راهي تزفتات، تقادت الدنيا، كيوجدوا ان شاء الله المونديال ديال الاخوان. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم وتلقاو فيه داكشي اللي بغيتوا الخوت. قبل ما نبداو الفيديو الاخوان، ما تنساوش الاشتراك في القناة، لي لايك، لي كومونتير وتفعيل الجرس. الله، كيف كتشوفوا معايا الخوت، انا غادي نمشي بشوية باش تشوفوا معايا. تبارك الله خدامين كيوجدوا كيصوبوا الدنيا مزيان، الارصفة تيقادوا فيها باش يديروا الغازو ويديروا الغرس، خصوصا الغازو. تبارك الله ما شاء الله الدنيا خدامة، الارصفة تقادت كل شيء، تصوبوا الحباب، الخدمة غادة باش يكون مونديال يطوف أحسن الأحوال وتكون إن شاء الله في حلة جديدة. الغاز والخوت ها هو تحط، باقيين كيصوبوا فيه كيف كتشوفوا معايا. كنحاول نشارك معكم كل شيء الأصدقاء دقة بدقة. الإنارة حتى هي تبدلات، كل شيء تصوب، بطوات ديال الضوء إجداد الإخوان، الشارع ديال الملعب الامير مولاي عبد الله تغير بالكامل ولا في حله جديده. هادشي كامل الخوت كنشاركو معكم في قناه مروان فلوق. ما تنساوش الى عجبكم هذا الفلوق، ما تنساوش الاشتراك، لي لايك، لي كومونتير وتفعيل الجرس الحباب. ها انتم الخوت، تبارك الله واستعان به الخدمه كاينه. كيف كتشوفوا معايا الاعمده ديال الضو حتى هما تبدلوا الاصدقاء. الحمد لله حنا المغرب غادي في تقدم وغادي في الازدهار تحت القياده الرشيده ديال سيدنا الله ينصرو صاحب الجلاله الملك محمد السادس الله يطول ليه في العمر. ها انتم الخوت راكم كتشوفوا معايا الجديد. في الفيديو السابق كنت شاركت معكم يلاه بداو كيركبوا في تيصوبوا في الارصفه، الارصفه تقادت الخوت راكم كتشوفوا معايا دابا. الله موعدنا نهار 1 فبراير في الافتتاح، غادي نشارك معكم ان شاء الله الافتتاح، باغي نحضر ان شاء الله، غادي نشارك معكم الاجواء من داخل ملعب الامير مولاي عبد الله. اصلا الخوت هاد الشارع هذا كان خاصو يتصلح ويتصوب، ولكن الحمد لله جات مع المونديال، جا مع الافتتاح اللي غادي يكون نهار 1 في شهر 2، يعني كل شيء غادي يتبدل ان شاء الله وغادي تزيان القضيه، والمدخل ديال مدينه الرباط في حله جديده.